تحية لكم أيها المشاهدين الأعزاء. نحن في دوار إيواريضن أو جماعة إيواريضن وتضم عدة دوائر، وتفاجأنا اليوم بهذا الدوار الرائع، دوار تعلاوين، اسم جديد ولكن بالنسبة إلينا فهو اكتشاف جديد. فهي منطقة رائعة، لاحظوا منطقة جميلة جدا، محاصرة بالجبال الشامخة، جبال الأطلس الكبير، ودائما مكسوة بعاريات البضع. ولكن المفاجأة الكبيرة في هذا الدوار هو أننا وجدنا مساحات من العنب هنا ومن الأشجار المثمرة، أماكن رائع فعلا في منطقة أو جماعة إيواريضن دوار تعلوي. أكرر الأسماء حتى تبقى دائما راسخة في الذهن. يا سلام، لاحظوا معي هذه مساحات شاسعة من العنب والمشاهد الرائعة الجيولوجية وأيضا البيئية. أيضا يظهر هناك الجوز، مكان رائع، دوار تعلوي. نحن تجاوزنا جماعة إيواريضن والطريق الآن تتجه إلى أيت بلال، أيت بولي، أيت بوغماز، مناطق رائعة في الأطلس الكبير. يا سلام على مناطق، وصراحة الإنسان هنا يتمتع بالمشاهد المختلفة وأيضا بوجود هذه المساحات الشاسعة من الأشجار المثمرة. دخلت الآن في منطقة رائعة جدا تحت القصب وتحت أشجار التين. لاحظوا، هذا هو الممر الذي يسلكه السكان للانتقال من مكان إلى آخر، وهذه ضيعات من العنب. سنحاول اكتشاف هذه الضيعات وأيضا الزيتون. كل الخيرات متوفرة هنا في منطقة تعلاوين وهو دوار رائع. لاحظوا هنا، يا سلام، نحن دخلنا هذه الضيعة وبدون أن يعني بدون أي تفكير دخلنا لنصور العنب، وهو لاحظوا هذه الفاكهة الرائعة العنب. يا سلام، دوار تعلاوين، الجلوس هنا يعني الجلوس تحت العنب، والدخول هنا يعني الدخول تحت العنب. يا سلام على دوار تعلاوين وهو تابع لجماعة إيواريضن، والخيرات منتشرة. يا سلام، روعة المكان. ولو أننا لا نملك أي شيء هنا دخلنا لنصور، هذا سفرجل موجود متوفر هنا، وأيضا الرمان. يا سلام على دوار تعلاوين، لاحظوا هذه الفاكهة الرائعة. ودائما أركز على المشاهد الجميلة. لاحظوا في الخلف جبال الأطلس الكبير الشامخة. نحن قطعنا مسافة الآن تقريبا 8 كيلومتر. نحن نقطع المسافات فعلا، وتجاوزنا دمنات واتجهنا نحو إيمينيفري، وثم تجاوزنا إيمينيفري بحوالي الآن 10 كيلومترات لنتجه إلى هذا الدوار، دوار تعلاوين والرمان هنا. يا سلام، كل الفواكه متوفرة هنا. يا سلام، وصراحة المشهد رائع، الرمان، وما أحلى هذه الفاكهة الرمان. يا سلام، أنا أتكلم بحماس لأنني لم أدخل هذا الدوار من قبل. وروعة المكان فعلا، روعة المكان فعلا، بمشاهد جميلة وبخيرات متوفرة ولله الحمد. هذه التين، يا سلام، والزيتون، والطبيعة الخلابة في دوار تعلاوين. تحية لكم من هذا الدوار الرائع، وإلى اللقاء.